بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الهداف على هذه المتابعة في الكرة الجزائرية. في الحقيقة كنا جمعنا مع الرئيس وكان رحب بنا وكان خلنا أليز، ولكن في عدة اقتراحات عدة مشاكل لبعض الأحيان ما وصلناش للحل، لأن رئيس الرابطة هو اللي دخلها في الحيط ووصل هذا الموصل اللي رحنا في آخر موسم اللي ما بقناش كي نديروا الموضي فوليدات ولا ما نقدروش، لا غالب ما بقاش من فوق كان جوين وغادي يزيد. الا تفهمنا وفهمنا الرئيس بحق الله يعطيه الصحه، فهمنا على كاع المشاكل ولقينا الرئيس الرابطه الى بخيله لي كونوطاج ورتيه، لا غالب واش باغي دير. احنا نكملوا في هذا الشيء اللي رحنا فيه جوسكا لا فان سيزون ان شاء الله، وان شاء الله ربي يجيب الخير مع هذه السخانه مع هذه الحمى ان شاء الله. شوف تحكينا على عده نقاط اللي تحدينا عليها بزاف، وكان صباح لي في عائلة كرة القدم تقعد في عائلة كرة القدم. تكلمنا على البرمجة، إيقاف البطولة ماهوش الفريق اللي غاديين يديروا، كان جمعية عامة إيقاف البطولة، جمعية عامة خصنا نكونوا عاقلين، ما نكونوش ما نخلوش نقترحوا، كان جمعية عامة هي اللي تقترح هي اللي تدير، وما حنا كل هيدا الفريق يدافع على مشاكله واش كاين مشاكل الفريق، هذا اللي هضرنا عليها بزاف على البروغراماسيون، على من البروغراماسيون لقيناها الكنجوي ما تقدرش تزيد فوق الكنجوي باسكو اللاعب مازال خصو يريح، مازال اماكن اللاعب عياره في عام يجبد اللاعب يعيا مورا المو يعيا. كاين اللي اسمع لي هاد الرؤساء هادو راهو خوتنا كاع كيف كيف، كاين اللي ما جاش عنده صلاح عنده مشاكل، كاين انا كنت بعيد ما كنت قريب ما نجيش، الى اخر دقيقه قررت باش نجي، كنت ما كنتش جاي اليوم، الى اخر دقيقه قررت باش نجي، لهذا جينا اليوم وطرنا لعدة نقاط. انه يكون شجاع ويلغي هذه العقوبه اللي لا ما في الحقيقه ما انا ما نقدرش نحكي على مشاكل تاعي انا بيرسونالمون قدام، ماشي قدام اللي رئيس فيدرال جدر فينا الثقه باش يجمع معنا ونقعد نحكي له على مشاكلي انا، ولا حكينا على المشاكل العامه هو راه يشوف على باله واش عصاري هذيك. احنا قلناها احنا في فيدرال الجزائري لا يظلم فيها احد، وان شاء الله يجيب ربي الخير ان شاء الله.